بسم الله الرحمن الرحيم. دي اوسكي اكس راي، وقلنا اوسكي يا جماعه ان هي معناها سبوت دايجنوزيس. تمام. الاوسكي بتاع الاكس راي ديت، السؤال الاولاني بيقول لك ديسكرايب ذس اكس راي، السؤال الثاني بيقول لك ايه هو الدايجنوزيس، السؤال الثالث ايه هو المانجمنت ستيبس، يعني خطوات العلاج بتاع الحاله ديت. الكيس ديت دي بلين تشيست اكس راي بوسترو انتيرو فيو. انا شايفين هنا في الباول لوبس اللي فيها جاز، اهو فيها جاز باول لوبس داخله على الرايت لانج، وبالتالي الدايجنوزيس هو رايت سايدد ديافراجماتيك هيرنيا، رايت سايدد ديافراجماتيك هيرنيا. طب ايه المانجمنت في حاله الرايت سايدد ديافراجماتيك هيرنيا؟ المانجمنت بتاع حاله الرايت سايدد ديافراجماتيك هيرنيا، اول حاجه ان انا اعمل له نيزو جاستريك عشان السكشن، يبقى اعمل له سكشن بالنيزو جاستريك تيوب. رقم اتنين نو باج اند ماسك فنتليشن، ما اعملش فنتليشن بالباج او الماسك. رقم ثلاثة ان انا بعمل الشخص دوت بعمل له انتيوبيشن وبعمل له فنتليشن لغاية ما يحصل له استابلايزيشن واعمل له كوريكتيف سيرجري. يبقى ديت الاوسكي بتاعت الرايت سايد الدافراجماتيك هيرنيا، وديت لوبس في اللنج باول لوبز راحت اللنج، وقلنا التريتمنت بتاعها، التريتمنت بتاعها ان انا ما بعملش نو باج اند ماسك فنتليشن، بعمل نيزو جاستريك تيوب فور سكشن، بعمل له انتيوبيشن واعمل له فنتليشن لغايه الاستابلايزد البيشنت يبقى استابلايزد، وبعد كده اعمل له كوريكتيف سيرجري. ديت اللي هي الديافراجماتيك هيرنيا، وزي ما باينه في الصوره في الرايت سايد.